بخويناهم كاملين على هذا الشكل هذا ديال الطابلة ديالنا. دابا جات اللقطة الحاسمة، بسم الله. نو هاي 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 ديانا هاي نو ديانا. واش الدراري، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم الدراري جيت لواحد الغابة، وهاد البلاصة ديجا درت فيها واحد الفيديو. دابا غادي نريب هاد العشة كاملة وغادي نصاوب واحد الرولاكس هنا على هاد جوج شجرات نيت. اصلا كاين العود هنا مزيان اللي غادي نخدم به ثاني، بلا ما نحتاج نقطع ثاني العود وداك الشيء، غنحتاج غير شي حاجة قليلة وهاد الشيء اللي كاين اخوتي. وغادي نطيب واحد الأكلة واعرة واعرة بزاف غتشوفوها معايا في الأخر إن شاء الله مني غادي نبني هاد الرولاكس هذا. إلا كنتي أنت أول مرة كتشوفنا ما تنساش سبسكرايب لايك وتخلي شي كومونتير وتبارطاجي مع صحابك، ولا تسقاو نمشيو المغامرة ديالنا. باقا تابعنا بزاف ديال الروينة. ديانا كتلعب تما ما مسوقاش. ديانا كتحفر. إيه ديانا. يا اخوتي كتحفر هنا ما عرفتش علاش كتحفر. إيه ديانا شارش 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 بيان تولى تاع حمقه وعقر. هيدا غنفعل تقريبا. اخوتي بديت كنقاد فيها دابا، بقاو لي غير شي لمسات اخيره. غنوريكم شنو صوبت هذا داير بحال المثلث كيف كتشوفوا بحال هكا.
هو مشدود من هنايا ومضروب في الارض. هو بحال المثلث الخوش وتا هنايا بحال خوه ثاني مثلث هنا. ودابا غادي نبدا نستف عويدات من هنايا باش يجي بحال السداري وغادي نعس فيه بحال هكا. غادي يجي ناضي ناضي بزاف. وانتم اخوتي ديالك كتعاون فيا شو كتحفر. هاي اش كتحفري تما؟ نض قعدي نوضي نض حيدي اطيحي لي هادشي هذا. ها انا غنسد عليك يلا مشاغبة. تقريبا اخوتي بدات كتكمل ما بقى لي والو. هانتوما كتشوفوا هنايا خاصني غير عويدات قد هاد العبار هذا وغادي نسرحهم بحال هكا كاملين وغادي ندير فوق منهم الوراق. صافي دابا هادشي راه كمل. ها هو اللهم بارك. ديانا ايه اش كديري تم فيك الجوع؟ والله الا فيا الجوع الدراري والله. بس الصوت هذه راه المعاناه ولكن هانيه كتحس براسك كتخدم كدير شي حاجه. المهم راه هي كملات. تقريبا الخوت صافي قديت بقى لي غير سميتو بقى لي غير ندير لها الورق. هاهي ناضيه هاهي اللهم بارك. عيد عيد ديال بصح ولكن هادشي طلع ناضي ناضيه بحال هكا. غادي ندير غير الورق ديال الشجره وانا ساليتها.
اخيرا بعد معاناه كملت الرولاكس ديالي، طلع ناضي ناضي بزاف. والراي ديالكم اخوتي كيهمني في هذا الرولاكس. ها هو الشكل النهائي اخوتي. ها فين الناس ناضيه، اللهم بارك. بسم الله. وهذه جلسه 5 5. وانت الخوت مدرق من هنايا بالدوم شي حاجه ناضيه، اللهم بارك. نجيب بكم شي دوره هنا. هي هو من اللور تا هو الشيء كي داير مقاد ناضي، اللهم بارك. الله لا راح الله، دقيقة صمت عيد. حفر حفرة هنايا باش نشعلوا العافية. في المود ديال الجوع ديانا، فيك جوع؟ ديانا اش كتشوفي؟ اول مره غتشوفي العافيه؟ ها هاجين تخلعات، اول مره غتشوف العافيه. اجي تجينا تي كطلي جم. اجي زيد شوفي اللي بدات. شوف هاي على الزيونه جاي، هاي بلاصه وهاي بلاصتي انا. اول حاجه نغسلوا هذه ديال الطابله ديالنا. حيدي ديانا حيدي. اه هاكي غداك اش ها ايه نو نو ها هو ها اش غدي هي حيدي. يلا قصي مع راسك. المهم عندي ثلاثة القرعات، هاهما ناخذ الأولى نقطعها من هنا. بسم الله نخويوها من الوسط. غنجيب واحد المعلقة، معايا القحسن. كيف العادة تاهي حيدو لها الطربوش هذا ونخويوها. معلقة كتخوي حسن حسن من الموس. هادي انا دابا راه ملاه هي مع الكروكيت، ما راه دارت لي الطيارة تجي هنا تبقى هما. دابا خويناهم كاملين على هذا الشكل، هذا جاو من الوسط بحال هكا. خليت ليهم الغطاء ديالهم اللي غادي نديرو من الفوق. محد ديانا ملاهيه مع سميتو مع الكروكير. عندي الكفته هنايا غنعمروها بالكفته. السخونيه اللي كاينه هنا راه بزاف.
نشد الكفشه بحال هكا ونعمروها. بحالك الاولى عمرات ما عمرو ذا. نجمعوا الزبل ديالنا حطوه يتحرق صافي وغنسدو عليها. حالك الثانيه تاهي نسدو عليها على هكا. الثالثه تاهي نسدو عليها حالك. غنديروا الاولى هنا دو عليها. ثانيا نديروا لها نفس الشيء حتى كنحصلوا على ثلاثه الكويرات بحال هذه، ثلاثه ديال الكرات. وما هذا غنخلوا العواد تيهباو مزيان عاد غادي نحطوهم. غير علمها لي طيبو غير علمها. نو ديانا نو يا قصيتي ديالك سيري تلعبي. نوجدو شي الكيكه ديال اتاي ديانا اخوتي ربطتها على حساب ما تبقاش تمس ليا في البراد وكذا. هاك دير روينه طيب على خاطرو. الله من هبات العافيه دابا الخوت اش ندير لها. غادي نحط العيبات ديولي طيبو هنا من بعد. هذه باقا شاده فيها العافيه حطها بحال هكا. واو هاك ندور على عويفي. اما الكويرات الذهبيه ديولنا ما تنساوش الراي ديالكم كيهمني في هذه الطريقه واش ناضيه ولا ما ناضياش. ضروري الراي ديالكم ديما كيهمني اخوتي. طو عويفيه من الفوق هنايا شوفوا البراد ديالنا صافي. غندير اتاي والسكر وهو واجد. نوضي انا اتاي يتشحر ونضرب شي دكيكه ديال اتاي. يا سلام نستمتعوا بالطبيعه الجميله وصوت الاشجار. يا سلام ما تنساوش تخلوا لي الراي ديالكم كيفاش جات الطريقه ديال الطياب واش ناضيه ولا ما ناضياش. وتا العشه واش ناضيه. الرولاكس الرولاكس ماشي عشه رولاكس. هذا الخوت ناضي. ديانا تنعس هنايا وانا نعس الفوق ياك ديانا. ها وموشة غيبة ديانا كون مربطتهاش غادي تشد ليا ديك القرعة وديك الكفتة غترونها. وديانا الزوينة آه ما بغيتش نعس الفوق عجباتني الأرض. كنموت على الأرض نعس فيها بحال هكا. البريد ديالنا بارك عليه رجع البركة بسم الله. واه سخون شو راه قاعد يدير الشجر هذا هكا. هذا دابا مزيان آه.
مالك؟ شو واحد الحشارة؟ هذه هي اللي هذا الشيء اللي كيعجبني انا، ملي كتجي للغابه كتلقى الحشرات وانت كتوجد فيها تاي والحشرات هنا كيعجبني بحال هاد الديكور. واش نتوما كيعجبكم ولا لا؟ انا عند كيك ريحنا هاتي شربتي نو هاتي هاتي هذا باغا تشرب هاتي تي طيب تي طيب تي طيب الكفته ونعطيك يلا طيب الكفته ونعطيك صافي. واخيرا الكويرات ديالنا طابو بسم الله. واه سخونه بسم الله. دابا جات اللقطه الحاسمه بسم الله باش نحلوهم. يا سلام شو ما درت لا عطريه لا والو. شو القريعه ديالنا كيطلعات الاخرى شي باين بنين. الله ريحه الكفته هانتو. شوفوا لي اللهم بارك شكلا ومذاقا. انا على الكفته كي طابت هانا. يا سلام دول غطاها لما كنتيش تاكل القرعة غتولي تاكل القرعة دابا. سبحان الله اللهم بارك. وشوت فيها حتى البلولة منكاش الخوت ترست لي واحد السيبورة هانا. اح طاحت القرعة مشات ولكن هاني بسم الله. بسم الله. خاصة واحد شوية ديال الملحة هي اللي خاصة. بسم الله دابا نتغداو وشوت الكامون هاد الدكيكة ديال اتاي. بسم الله هنينا هاك هاك كولي عيشي ليا مع راسك. غنديرو ماكلة الأغنياء الدراري قريعة. يا سلام طريقة واعرة واعرة بزاف خاصكم تجربوها. انا حبي هاك حبي انا غنقسم معك دابا. هاك الزوين هاك سخونة عليك واقعي هاك اب سخونة انتي ما تعرفي لا سخونة لا باردة. يلا عيشي انا اخوتي القرعه كتاكلها بقوه البنه. راه قسمت معاها هاكي القرعه اللهم هاكي هذوك الطاقيات قسيهم. يلا ديانا كولي عيشي ليا مع راسك هاكي ديانا هاي صات اسي قسي ليا مع راسك. دابا نضربوها بواحد النعيسه شبعنا عرقناها. الله
سير ياك شارش يلا لحسي داك الشيء ياك طيحي طبسي الحمد لله اخوتي داز كل شيء بخير وعلى خير قادين الرولاكس ديالنا طيبنا غدي وزوينة خلقتها انا وديانا وهذا الشيء اللي كاين غيكون سهل الفيديو ديالنا هنا لعجبك الفيديو ما تنساش سبسكرايب لايك وتخليها شي كومنتير وتبارطاجي مع صحابك وما تنساوش الرأي ديالكم ديما كيهمني اخوتي كيفاش جاكم الغداء وكي جاتكم هذا الرولاكس هذه واش ناضية ولا ما ناضياش هذه تنعس حتى يومين هنا ناضية بزاف اخوتي وشي حاجة طبيعية ما بغيتش نبقى نطول عليكم في الفيديو غيجي طويل اخوتي بزاف وهادشي اللي كاين تحياتي ليكم راكم عزاز بزاف.